السلام عليكم ورحمة الله، يا عالم الطيور المتميزين، كيف أصبحتم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. اليوم هو الاثنين، 19/10/2020. اليوم درسنا في مادة اللغة العربية عن حرف جديد راح نضيفه لبيت الحروف. نتذكر الحروف اللي أخذناها سابقاً، إيش هي؟ نبدأ، أنا أكتب الحرف وأنتم تقرأوا معي. عندنا نقطة البداية، أكتب الحرف بشرة صحن، تحتي نقطة حرف إيش؟ إب، 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 آخر الكلمة، إب، آخر الكلمة. الشكل الثاني للإب، هاي نقطة البداية، نازل وماشي وإيده فاتحة، إب أول الكلمة، إب أول الكلمة. نتذكر الحرف الثاني، هاي نقطة البداية، طالع الجبل، نازل، بيمشي على السطر وبينزل إيده، إيش اسمه؟ إم، إم، آخر الكلمة، إم، آخر الكلمة. الشكل الثاني للإم، هاي نقطة البداية، بتلف لفة الجبل وبتنزل وبتمشي إيدها على السطر، حرف إم أول الكلمة، إم أول الكلمة. كمان في عندنا حرف، هاي نقطة البداية، بنزل خط للسطر، بنزل إجره بشرى شكل الموزة تحت السطر، اسمه حرف إر، 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 آخر الكلمة، ما إلها شكل ثاني. كمان أخذنا الأسبوع الماضي حرف حلو كتير، طالع له أسنان، وهو حرف، هاي سن صغير، وسن صغير، وسن كبير، حرف إيش؟ إس، حرف الإس، إس، آخر الكلمة، إله كمان شكل، هاي نقطة البداية، سن صغير، سن صغير، وما تيجوا على السطر بدو صحاب، إس أول الكلمة. كمان اليوم في هاي بيت الحروف راح نضيف له حرف جديد، هاي نقطة البداية راح نتعرف عليه. هذا الحرف ما هو الحرف الجديد؟ نحكي قصة هذا الحرف. هذا الحرف كان في عمه حج كبير وطالع على الدرج، وعمه ظهره مايل هيك، عمه الحجي ظهره مايل وطالع على الدرج، وشوي شوي ظهره مايل ويحكي إد إد إد. إذا هذا الحرف اسمه إد، إد. إيش اسمه؟ حرف الإد. إيش اسمه؟ حرف الإد. نسأل عن اسمه، أنا اسمي حرف الدال وصوتي ميل ظهره زيه، إد، إد، ميل ظهرنا زي عمو الحجي، نوقف هيك ونميل ظهرنا شوي ونحكي إد، إد. إذا حرف الإد هو حرف الإد، شوفوا شكله كيف، هاي نقطة البداية، نميل ظهره شوي، ننزل خط للسطر، هاي ظهره مايل شوي، وبيمشي إيد على السطر، إذا ظهره مايل شوي، بعدين بيمشي إيد على السطر، نشوف كيف شكله، هاي نقطة البداية، نميل ظهره، بعدين بيمشي إيد على السطر. تعودنا إحنا دائما نلون الحروف، نبدأ نلون حرف الإد بألواننا الحلوة بنفس الاتجاه وما نطلع برا الخط. إذا من عند ما أبدأ أكتب ببدأ ألون. هاي لونت الزاوية، هذا الحرف اسمه إد، حكينا الحج طالع على الدرج، والحج لأنه كبير ظهره مايل شوي وبيحكي وطالع تعبان بيحكي إد، 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 بيحكي إيش؟ إد، 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 حرف الإد، حرف الإد. ما اسم هذا الحرف؟ حرف الإد. لما بدي أكتب هاي نقطة البداية، بنزل خط مائل شوي زي ظهر الحجي، بعدين ماشي على الدرج، خط مائل شوي، ظهره
خط مائل شوي وبعدين بيمشي على الدرج اد اد. طيب كلمات حرف الاد بدنا نشوفها نتعرف عليها ونحط دائرة عليها. هاي صورة ايش؟ ديك اد ديك اد ديك ديك في حرف الاد. وين حرف الاد اللي ظهره مايل؟ ايوه مميز. هيو حرف مميز نحط حوله دائرة اد ديك. اقرأوا معي بصوت عالي اد ديك. طيب هاي الصورة ايش؟ درج درج اد درج اد درج. وين حرف الاد من كلمة درج؟ حرف اللي ظهره مايل هي. طيب يا عصافيرنا الحلوين هذا الحرف ايش اسمه اخذناه؟ زحلة ار اسمه ار. ممتاز. اد دودة. ايش هاي؟ دودة 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 فيها حرف الاد مرتين. نقدر نميزهم؟ نعم نقدر. ظهرهم مايل. اذا هاي واحد حرف الاد وكمان عندي هاد حرف الاد. نقرا بصوت عالي الدودة الدودة. هاي الصورة ايش؟ دجاجة الدجاجة الدجاجة دجاجة فيها حرف الاد. كلمة دجاجة فيها حرف الاد. هذا الحرف اسمه حرف الاد. هاي شكله مميز ظهره مايل وماشي ايد على السطر الدجاجة. طيب هاي الصورة ايش؟ صورة ايش؟ اسد اسد. الاسد في اخره مش في اوله، في اخره في حرف الاد. هاي كلمة اسد. هذا حرف اد؟ لا. هذا الحرف؟ لا، ما اخذناه حرف الاس. طب هذا الحرف اللي ظهره مايل؟ نعم ماشي ايد على السطر حرف الاد. اضع حوله دائرة اد اسد اد دب اد دب. وين حرف الاد في المميز؟ ظهره مايل وماشي ايد على السطر. اذا هذا الحرف احط حوله دائرة. طيب يا عصافيرنا الحلوين هذا الحرف اخذناه، ايش اسمه؟ حرف ايش؟ اب 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 اخر الكلمة اد دب اد دب. كمان يعني الدب فيها حرف الاد فيها حرف الاد. هاي صورة ايش؟ قرد 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 زي الاسد في اخره في حرف الاد. وين حرف الاد؟ في ظهره مايل وماشي على الدرج. هاي اضع حوله دائرة. اذا نقرأ الكلمات حرف الاد بصوت عالي. اقرأ ورا اديك اديك. لما نقرأ حرف الإد بدياك تحطوا إيدكم على ظهركم هيك بشكل مائل لأنه الإد ظهره مائل شوي. إد ديك ميلنا ظهرنا زي الإد. يلا نطلع على الدرج زي الحجي ونمشي هيك شوي شوي وإحنا تعبانين زيه وهو طالع على الدرج بيحكي إد 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 درج إد درج إد دودة إد دودة إد دجاجة إد دجاجة إد أسد إد أسد إد دب إد دب إد قرد إد قرد. إذا هاي كلمات تحتوي على حرف الإد حطينا عليها دائرة. طيب الآن يا عصافيرنا الحلوين بدنا نتعلم نكتب حرف الإد لأن هاي سطر وهاي نقطة البداية. كلنا نحط بالهواء نقطة بداية مع بعض هيك هيك ونبدأ نكتب مع بعض. هاي نقطة البداية. أنزل من عند نقطة البداية للسطر خط مائل شوي زي ظهر الحج. بعدين بمشي إيد على السطر ما أنزل تحت. نعملها كمان مرة. ننزل خط مائل للسطر بعدين نمشي ايد على السطر. خط مائل للسطر بعدين نمشي ايد على السطر. نكتب كمان مرة. اكتبوا معي بالهواء.
أضع إيدي عند نقطة البداية، أنزل خط مائل شوي، بعدين بمشي إيد على السطح. أنزل خط مائل وأمشي إيد على السطح، ما أنزل تحت السطح. أنزل خط مائل شوي وأمشي إيد على السطح. إذا هون هو حرفنا الجديد حرف الإد، حرف الإد. إديك، الدرج، الدودة، الدجاجة، الأسد، الأسد، الدب، الدب، القرد، القرد. إذا أضفنا حرف الإد لبيت الحروف وأعطيناه غرفة فيها، ولونا حرف الإد وكتبناه ونتدرب على كلمات حرف الإد يا ماما. يعطيكم العافية.